ومع اقتراب موعد الاقتراع المرتقب في 5 ديسمبر المقبل في انتخابات مجلس الأمة، يعود مجددا الحديث عن ظاهرة شراء الأصوات، خصوصا مع اعتماد قانون الصوت الواحد. وفي السياق، فقد رصد فريق اي تي في العدالة آراء عينة من المواطنين الذين أجمعوا على تجريم الظاهرة، مشيرين إلى خطورتها على نزاهة الانتخابات البرلمانية. نتابع معا. صارت معي حادثة، والآن اتصل علينا ناس قال الآن احنا نعطيك 600 دينار بالصوت. قلت انت بعت اول شيء البلد وخنت البلد، وهذه رشوة وحرام. هذا بياخذ الصوت بهالسعر وبعدين يسكر اموره كلها ويفضح حقه وحق اهله وجماعته. والله 600، في ناس يقولون 1000. انا اتصل علي شخصيا قال 600. اي والله انا تفاجأت. قلت لا يا اخي، انت بعت البلد وهذا ما يجوز شرعا، هذه رشوه اصلا. امانه لا، هذا حرام، حرام يعني اكبر حرام امانه. للي يعني اوعي الناس اللي ما عندهم توعيه، لا يجوز شراء الاصوات، لا يجوز. يبيع الوطن ويبيع افكاره ويبيع نفسه ويبيع الانسان الساذج اللي يطيعه. حرام شراء الاصوات، ما يجوز، حرام، حرام عليهم. يعني كله ياكلون بطونهم نار، هذا شراء الاصوات وبطونهم نار، حرام عليهم. لا هذا حرام شرع ما يجوز، هذا شرع اصوات ما يجوز، هذا شرع. اللي يبيع صوته ما ادري شلون، يعني ما ادري شلون يناقض نفسه، يعني ممكن يبيع صوته ثاني يوم يسولف على امانه، فما يصير. لا لا، يعني عمليه مو سويه. تبيع صوتك، تبيع صوتك انت، ممكن اليوم بعته ب 1000 او 2000 3000، باكر عيالك يدفعون دبل هال 2000 هذه، بسوالف توظيف، بعلاج، باي شيء انت يعني تحتاج شيء مساعده العظام اللي سموا يضبطون قوانين الدوله. والله الصوت امانه، وانت راح تسال امام الله سبحانه، فيفضل انك تخاف، مو يفضل، هو واجب عليك تخاف ربك في ديرتك في الكويت، خاصه في هذه الايام والوضع الاقليمي والوضع اللي حاصل. فنسال الله ان يحفظ الكويت من كل شر وكل كل مكروه. اللي يعطي فلوس حق الناس هذا اظن انسان ما عنده اي ضمير حي، إن يعني يستحق انه يكون في مجلس الامه للانتخابات. وهذا بالنسبه حق شراء الاصوات، انت تجي تبيع صوتك، فلنفرض شخصا ما باع صوته، بعدين تقعد لي بالدواوين تتحلطم البلد والبلد والبلد والتركيبه السكانيه وكيت كيت 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 والبيوت والسكن ولا لا لا لا. انت بالاساس بعت صوتك، انت بالاساس بعت صوتك، مالك حق اصلا. خاف الله في ديرتك، اذا انت ما تخاف على ديرتك، اذا انت كمواطن تبيع صوتك، منو بيخاف؟ اذا المواطن مو خايف على بلده، منو اللي راح يخاف؟ بعدين تقعد بالدواوين تتحلطمون